لبنان رح يكون هو وحده مصدر سلام العالم. افتتح رائب رشيد بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمي مغارة الميلاد في كنيسة دير سيدة المعونات في بعلبك بحضور فعاليات روحية وأمنية واجتماعية. وقطع الحضور غصن شجرة يابس عند مدخل باب المغارة وجالوا في أرجائها، وتولى الأب مارون جاريو شرح ما ترمز إليه لوحاتها الفنية ومعالمها في مسيرة حياة المسيح. عمل هالمتحف ثابت بهالجل اللي تحت الأرض هالساعه، تيصير كل زائر لبعلبك مثل ما عم يقول سمحت المفتي بيزور بعلبك وقيمة مضافة يجي يزور هالعمل اللي بونا غاريوس فعلا زمان وزمان مع الشبيب والجروب، وأكيد الرئيس بيوافق ينعمل شيء ثابت بدون ما نتمم لا حدا يملك ولا حدا، إذا بيكون هيك التسامح من البلدية تنعمل شيء ثابت في ذكرى المولد والميلاد لأعانقكم وأنصركم وأعزكم، لأن الدين الصحيح من الدين الصحيح كالأخ من أخيه. مثال يحتذى لتجسيد الوحدة الوطنية، لا بل بدنا نقول أكثر من هيك سيدنا ومولانا الوحدة الإنسانية، لأنه عم تجمع كل البشر، وعندنا القول المأثور الخلق كلهم عيال الله وأقربهم إلى الله أنفعهم لعياله. ومن البقاع إلى الجنوب حيث أضاء دار العناية في الصالحية شجرة الميلاد التي افتتحت هذا العام احتفالاتها بعيد تأسيسها 50. وألقى رئيس دار العناية الأب طلال طالب كلمة أكد فيها أن هذه الدار هي للجميع، داعيا للصلاة من أجل السلام في لبنان وسوريا وفلسطين. الميلاد هو حياة جديدة وغير وجه التاريخ ووجه العالم، وميلاد دار العناية خلال 50 سنة في هذه المنطقة غيرت وجه المنطقة وأعطت الكثير كما أخذت الكثير، وخلقت جو كان السبب الرئيسي بالحفاظ على التنوع بصيدا وشرق صيدا ومنطقة الجزيرة. بعد ذلك قام الأرشمنديت أنطوان ديب والحضور بإضاءة شجرة الميلاد في باحة الدار، وجلب رفقتهم على المغارة الميلادية على وقع الترانيم الاحتفالية.